انا الغالي ده ما كانش بيفكر في خلاص نفسه، زي ممكن دلوقتي ان احنا لو حبينا نالف مثلا دلوقتي نسميه مثلا التلميذ الغبي اللي ما ذاكرش اخر سنه مثلا الغني الغبي. على فكره حكايه الغني دي عشان تبقى واضحه قوي، لعازر كان كبير قوي ودخل ملكوت السماوات، والرجل الغني كان غني قوي لما دخلش ملكوت السماوات، وابراهيم كان غني قوي قوي ودخل ملكوت السماوات، والعذر دخل في حضن مين؟ ابراهيم. فالواحد مش يقرا قرايه صحيحه كده ده غني ده فقير، لا ده غني وكان اعتماده كله على ماله، لكن ابراهيم كان غني، ابراهيم كان غني واعتماده كان على ربنا. يعني مسألة مش مسألة رجل غني ومسألة رجل كبير، لا ممكن يكون رجل غني واتكاله على ربه، صح ولا غلط؟ وادي ابراهيم، لأن العازر لما مات راح في حضن مين؟ حضن مين؟ حضن ابراهيم، فده ما فيهوش تناقض، ابراهيم غني، والعازر الفقير راح في حضن مين؟ ابراهيم الغني. من الأمثال بتاعت المسيح المهمة جدا او الحتت اللي بتشجع عليها كتير للصداع، ويقول مين اللي يكون الاول ومين اللي يكون الاخر، واللي حد يكون في الاول لازم يكون خادم لمين؟ للكل. واتكلم عن المتكئ الاخير، واتكلم على الراجل اللي بيبني برج وعمل حسابه ايه؟ النفقة. الكلام ده كان كله بتاع مركات، صور واحد مشي ورا المسيح وما عملش حساب تكاليف الرحلة، ازاي واحد سافر رحلة طويلة والرحلة دي تكلف مثلا 100 جنيه وهو معهوش غير 20 جنيه، هو هيعمل ايه بقية السكة؟ هيرجع ازاي؟ يعني اخد مصاريف الذهاب وما خدش مصاريف العودة. والمسيح اشتكى على مثل النفقه ده، اشتكى خالص، فقال مثلا واحد بنى برج يعني عماره وحط الفلوس كلها في الاساس وكملتي، فمشي الناس بعد كده يضحك عليه، يبقى هذا الانسان ابتدع ولم يكمل. هو يقصد ان المشي ورا المسيح لازم يكون ناوي يمشي لاخر لحظه في حياته، مهما تكون التكاليف ايه؟ صعبة أو إيه؟ أو سهلة جدا. يعني يعني حساب النفس، أدي معنى الكلام. واتكلمنا في سيرة ثانية مرة، قال واحد رايح يحارب واحد، فكان لازم يشوف الحارب ده معاه فيه تشجيع عشان ياخد فيه شيء يقدر يغلبه فيه. من الأمثلة الحلوة جدا، أنا يعني أنا المرة اللي فاتت كنت بتكلم بترتيب أحسن عشان أنا مش عاوز أكرر كل بتاع مصر. الأمثلة الحلوة جدا اللي ضربها المسيح مثل السريسي والعشار، السريسي بيبص لإيه؟ لغيره، والعشار بيبص لإيه؟ لنفسه، كل واحد بيبص لغيره مش هيوصل للمسيح أبدا، كل واحد بيبص لنفسه هيوصل للمسيح. فالدوامي من أمثلة المسيح واضحة جدا وسهلة، ممكن كده أنت تطلعها الأمثلة اللي هي قصص ملكوت الله، كانت سكة واضحة قدامك عشان تخبطها. واحد طول النهار عينه بس ودي والرنت دي لا كويس، لا دي واحدة، لا دي بتعمل، لا دي بتخلي، لا بتسوي، طيب خلاص عين أنت نفسه خالص حيضيع. عشان كده كان الحديثين دايما بيهتموا بإيه؟ بنفسهم. هقول لك سر عجيب جدا، ان المسيحيه كده طبعا لو تهتم بنفسك تخدم غيرك، لان المسيحيه زي الملك، فاذا كان في الملك جاي فكل الحاجه دي تتملى وتتحتوي. مثلا افرض انت عايزه تخدمي تخدمي، لما تخدمي نفسك تبص تلاقي ريحتك الكويسه طلعت جوه الكنيسه، يمكن يمكن من وقفتك كده تبص تلاقي نفسك ذات ورا المسيح بثلاثة،
ممكن من حياتك الكويسة ما تعرفين. مرة لما شفت معها امرأة شابة سميرة في وسط الدين واحتمر بعدين كله يعني مثلا لو نجيب بالدين مثلا نحطه في وسط الكنيسة يخمر العجين بس الكنيسة كلها تخمر مثلا مسألة ايه حركة كتير زي ما هو مفهوم في الخدمة حاليا ولكن في الواقع الخدمة هي بناء للناس عشان كده الأمثلة بتاعت المسيح كلها بتتكلم على بناء الدين الناس في المدينة. احنا النهاردة هنتكلم شوية عن طبيعة ملكوت السماوات بأمثلة برضه يعني أنا مليت المرة اللي فاتت أمثلة بتخص صلاة الناس هنتكلم النهاردة عن أمثلة تخص ملكوت السماوات. كان دايما المسيح يقول إن هو بيكلمهم بأمثلة أسرار ليه يعني؟ لأن ملكوت السماوات بيكون أسرار العالم اللي بالبره يسمى ملكوت المسيح ملكوت مش منظور للناس هنا فبيتكلموا بأمثال أو بيتكلموا بأسرار عشان الناس يفهموه لكن الناس اللي عالمين يفهموا من الأمثال اللي هو ذكرها لو ناخد لقى 13 في 7 أمثال مثل في مثل الزارع اللي بيزرع على 4 أصناف من الأرض خرج الزارع اللي بيزرع والمثل ده يوضح طبيعة الأرض اللي بيترمي عليها مين الزرع مين الزرع المسيح الزرع هو كلمة الله قلنا إن الزرع هو الله الآب الزرع هو كلمة ربنا والأرض دي لازم تجيب إيه تجيب ثمر وهو يعني بيسحق في الأرض يعني إيه الكلام الكلام ده يعني يستحيل شفت انت ساعات تقول انا بنعرف الانجيل ولا الحاسب يستحيل تقرا الانجيل الا لازم يقع زرع على العلم يستحيل تقرا الانجيل الا لازم يقع زرع على العلم فعلا ممكن بيقول ان طير السماء اكله والثاني حرق السماء ملك عمر والثالث جه ثانوي والرابع جه ايه ثمر مش مهم ده لكن عاوز اقول ان كلمة ربنا لما تتنسي ما بترجعش خالص بعد كده الخطر تتخنق ده موضوع تاني وده يحطنا في موقف خطير ان احنا لازم نسمع كلمة ايه كلمة ربنا كلمة ربنا لا ترجع ثالثة حتى لو اتخنقت بعد كده لكن المهم لازم نسمع كلمة ربنا عشان كده هل انت شفت مثلا سر من اسرار الكنيسه السبع ممكن يتم بدون ما تقرا كلمه ربنا واخد بالك انا مش واخد بالك يعني الكنيسه لما حطت اسرارها السبع لازم يتقرا الانجيل مثلا المعموديه والميروم يتقرا الانجيل مثلا سر مسحه المرضى لازم يتقرا الانجيل مثلا قداس لازم يتقرا ايه انجيل مثلا اكليل لازم انجيل مش ممكن يكون في سر من اسرار الكنيسه من غير ما تقرا كلمه ربنا طبعا قرايه الانجيل بالذات في وسط الاسرار أسرار الكنيسة هي حلول الله لأن الكلام ده كلام صعب يعني شوية في مثل التفكير لكن حقيقة هو حلول الله عشان كده الشيء اللي كان ناس يتفكر بخوف من الله ويتفكر بسماعه
فهو مستمثلين يعني هم متوقفين منهم يعني هم يعطوا احترام الكفر كفر واحترام لله ما لازم لو جبر ربنا ولا ليه يعني فقراية الإنجيل في الأحترام بالذات غير قراية الجمال في الدين وفي كده تستعجب أحيانا ناس كتير اتغيرت حياتهم من سماع الإنجيل في الكنيسة وهو بيسمع الإنجيل كده بتحسنش خبط مش عشان كان ناس قراءة كويس أو كان حس كويس قراية الإنجيل قراية الإنجيل في الكنيسة هي حضور الله عشان كده بس تخوف من الله من كتب السماع الجديد لانجيل طبعا في طوائف ثانية في المجد عندها تقول ان كل قراية للانجيل حضور لربنا ده البلاني لكن انا مش بتكلم على كده انا بتكلم على اسرار الكنيسة في الكنيسة ايه اللي كلمة ربنا كنت بتتاخد بيه زي دراسة السنة يعني مش ممكن زي ما احنا المثل بيجيب العيب عن الارض اللي فيها في ارض بتطلع ثمر وارض واحدة ما بتطلعش كمان ما فيش ارض كويسة هتطلع شجرة من غير بذرة فممكن يكون في ارض كويسة لكن ما تقراش كلمة ربنا فمش هتطلع ثمر يبقى لازم في قراية كلمة ايه ربنا عشان حياة الانسان بتكون مش عارف ويحسن جدا ان اول مزمور في المزامير 151 و 150 يقول كده يقول كده في ناموسه يعني في كتاب المقدس يعني يلهج نهارا وعيد وليلا اول مزمور يعني اول درس تتعلميه في المزامير في ناموسه يلهج نهارا وعيد إذا ما كنت تقري كتاب المقدس التجريبة بعد الكلام ده التجريبة إذا كان هو البذرة اللي هيفيد الخير في حياتك إذا كان من غيره مش هيجي الخير حتى لو تكون في الأرض كده طبعا طبيعة الأرض المثل ده بيتكلم عن طبيعة الأرض اللي هي بتقرا الكلمة الثانية يعني هتبقى كنت تفكر إزاي الأرض دي لازم تكون نظيفة من الحجر ومن الشوك وعاوزة تكون واعية شوف ساعة كلمة ربنا ما تجيش قلبك وبتتأثر بيها ليه الشيطان بيجيني وليه تعالج يخنقها وليه تعالج يخطفها ده كلام ما فيش حظ من كده وعاوز يحرقها قد ايه لازم لما داوود النبي يقول ايه يقول ايه عن كلام ربنا وصدق كلامك ايه في قلب يعني الكلام اللي في ادراجه الى الاسماعيل تمارس الايه؟ تخبيه تخبي وانت بتخبي غير الحاجه الغاليه حاجه غاليه قوي بتخبيها تخبيها لقيت ايه؟ فعاوز كده وانت بتقرا كلمه ربنا ساعة ما الايه كده تيجي تقلب في ايه؟ ما جيتش فيه ولما تلاقي ايه تهز حياتك ما تسيبهاش فكر فيها كتير امل فيها كتير وتاتيها ملكوت السماء في طبيعته ان في عدو ايه عدو نتكلم عن ملكوت ربنا ونتكلم عن العدو هل هو كده تزرع زرعة حلوة ويجي في نصف الليل ويجي العدو زرع ايه جوانب حاجة عجيبة جدا حاجة عجيبة خالص ملكوت ربنا يزرع مننا والشيطان يجي رامي ايه جوانب فخليك واعية لان الشيطان هيرمي دايما ايه جوانب صحيح ده ساعات احنا من كتر اللخبطه نبتدي الامثال بتاعت العالم تبقى هي المبادئ بتاعتنا وتلخبط في كلام ربنا فبيترمي جوانب من كتر المثل ده حلو قوي حلو جدا قالوا له طب نعمل ايه في الجوانب لا الاوبر لا الشوارع فيهم الجوانب يطلع في الكنيسه فاهمة؟ دعوما ينيانينا لو تقلعوا الثواني هتقلعوا معاه الايه؟ الحنفة الاتنين اتاب الشجرة بتاعتهم شكلها ايه؟ زي بعض فاوعوا تقلعوا الثواني عشان تقلعوا معاه دعوما ينيانينا طب مين يقلع الثواني؟
هل كيف ربنا في الآية تتصور في الزوانة كده؟ يعني ايه مثلا ده؟ ما فيش دعوة تجيني غيرك تتصور في الزوانة، ما فيش دعوة تجيني غيرك ولا تقول فلانة ديني هي كذا وبتاع وفي زوان وانا حنطر حاجات. انت بقول لك ربنا بيقول في ملكوت مصر الواحد يهتم بنفسه، ما تسميش الزواج، خليك دي تكلمني، خليك في نفسك، انت شوف قدرك في الاخر. الزواج يطلع هنا في عالم انتشار ملكوت الله في الواقع. اتكلم عليه في طرق بسيطه خالص، اتكلم عليه حبه الخردل وهي اصغر من البخور. يا سلام لما المسيحيه تنكشف كده بتبقى حاجه بسيطه خالص، تعجبه جدا. ممكن احنا بنفتكر ان ربنا ممكن يعمل تكنيك عن طريق ناس عظام، مثلا ممكن عن طريق ناس عظام، ممكن عن طريق اخطار. مين اللي اكل السنه الثلاث؟ مش الطفل؟ طب مين اللي كان هيضيع الاكل منهم؟ مش التلاميذ؟ التلاميذ اللي راحوا عملوا مسجد ممكن عاوزين 200 دينار. طب مين اللي ادى العيش للمسيح وقال له اكثر من 5000؟ بص فالصلاه بتتم في الكنيسه بص تعالى تعالى. هو ده ملكوت ربنا. سميره سميره انا بقول كده. هو لو واحد بنى نفسه في الكنيسه ممكن يخدم الكنيسه كلها، ممكن يبقى سميره في 3 ايام تقريبا، ممكن يكون حبة فرد، كمان المسيح اتكلم على ان احنا ننزل في الناس ونسيبهم لغايه اليوم الاخير. لما قال على ملكوت السماوات شبكه مفتوحه وبيطلع منها ايه؟ سمك كويس وسمك ايه؟ سمك وحش وسمك ايه؟ كويس. وبعدين قال ايه؟ يطلعوهم على الارض ويبتدوا يسمعوا من سيادي او هذا. فتلاقيهم لما يطلعوا على البر، على البر يعني لما نوصل فوق السماء، من اروع الحاجات اللي اتكلم فيها من ست الجيل نفسها عن ملكوت السماوات مثل الكنز المخفي وتاجر الذهب. الكنز المخفي وتاجر دول مثالين كبير خالص. تاجر الذهب ده واحد بيدور بيفهم في الالماس، بيفهم في الايه؟ في الجواهر الغالية. فتلاقيه كده ليه نظرة خاصة. تاجر بتاع العالم يشوف له لها غالية في الثمن، توقف من كل اللي قال اللي عنده تروح بيعها. يقول له الراجل ده عمال يبيع 500 لؤلؤة عنده ولا 500 فص ألماس عنده، عمال يلحم يلحم يلحم. أصل في لؤلؤة غالية في الايه؟ الثمن. فأول فهمها هو، فهمها هو كل واحد يفهم. فالآلة اللي غالية الثمن فهو راح باع كل حاجة واشترى الآلة. أو مثل ثاني بيقول المسيح كنز نخل. فملكوت السماء كنز إيه؟ كنز إيه يا جماعة؟ نخل. يعني إيه نخل؟ إزاي؟ يعني بص تلاقي واحد ماشي ورا المسيح عارف، يقول أخويا ده ماشي ورا مين؟ أنت ما أنتش شايف حاجة، أصل كنز إيه؟ نفسي. ممكن يكون نفس في الإنجيل في كلمة ربنا، ممكن يكون نفس في الأسرار، ممكن يكون نفس في حياة القديسين. عزيز هو الله في القديسين، سبح الله في القديسين. ملكوت الله في الواقع كنز نفسي وموجود في وسفرت الصراخ تشتري لي الحق ده عشان يقع في ملكيتي، لكن اشتريت الحق تتم في تضحية ومسح نفسي. يا ترى انت حياتك بتخش للعمق وبتشوف الحاجات المخفية بتاعت المسيح في أسرار ولا حياتك من بره بس؟ بس فالمثل مثل حلو جدا يوري ان ملكوت السماوات مش الحاجات الظاهرة، مش البناية الكاتمة السميكة، لكن في نفس المستكبرية حاجات كده حلوة. من طبيعة ملكوت السماوات حساس جدا، حساس جدا، في عجب، حساس
تسلم هل كل المملكة تنقسم على ذات أبوين؟ صحيح. من أخطر زي الصداع ما هو مثلا الكبرياء مدرج السميدة، من أخطر ما يهدد ملكوت ربنا إلى مستقبل، لدرجة أن الشيخ النبي يتكلم في الموضوع ده عن حد يوضحنا ويحرك يعني أشعرنا عشان يعني أحس بس الشيطان ما بينقسمش في عالمه. كل مملكة تنقسم على ذاتها إيه؟ تقرأ. فهي موقف التورم الكبير ممكن الكنيسة تقع فيه، يعني مثلا إذا كنا نتكلم عن محبة كتير خدي بقى الحاجة الآن في لها يعني الانقسام. فكان الانقسام في الشخصية نفسها، يعني كان شخصيتك منقسمة تتفرق، يعني إذا كنت شوية هنا مثلا هنا تبص شخصيتك منقسمة على ما تكون يقولوا فيه، يقولوا فلان ده نفسيته تعبانة عنده انقسام في شخصيته، ده خلاص انقسام في شخصيته ده يعني متعالجش أو موضوع صعب كده. من أصعب الأمراض النفسية يقول لك عنده انقسام في شخصيته. أو خدمة تنقسم عليها، أي خدمة؟ ده أنا أعرف يعني الخدمات كانت عظيمة جدا 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 جدا، وبعدين في مصر مثلا، وبعدين حصل كان في جماعة كبيرة قال لا مدرس مستشفيات وبتاع، أول ما جه الانقسام صار من كده الكفر بقى تعمل فيها الرطوبة لصنع الإيه؟ سلام. أبناء الله تعالى أبناء الملك. وبص لما تلاقي الإنسان يجي حاول تعمل سلام، تحاول إيه؟ تعمل الإنسان. الإنسان يعني معناه إن العمل بتاع ربنا انتهى. عشان كده لما تصلي أبانا الملك بتقول إيه؟ تلاقي كده في الجامعة ولا المفرد؟ إذن ينفع تقول لها سورة المفرد؟ ينفع مثلا الصف ده يقول لا ده أبانا، الصف ده يقول لا ده أبانا؟ لا، ده أب واحد من إيه؟ للكفر، كان فيه أب ممكن يتقسم على نفسه. الانقسام مقصر، والمسيح وضحنا بالشيطان كفاية لما يقارننا بابناء، مش يقارننا بتقول إيه؟ يدينا المثل بين الشيطان وما بينقسمش على نفسه. الشيطان ما بينقسمش على نفسه. فالكنيسة لازم تنقسم. اسمع ان كان ان كانت الكنيسه في القرون اللي فاتت منقسمة انقسامات عنيفه في طوائف، دي بلوه حلت الكنيسه. واذا كانت الكنيسه واحده بتنقسم في حاجات كثيره ثانيه في الكنيسه الواحده فدي بلوه ثانيه. فالانقسام ده في ملكوت ربنا خطير جدا. تقول لي طب ما بولس ومين ومرقس اختلف؟ لا، الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في الثاني، يعني هو ما انتقمش في ملكوت ربنا، واخد بالك ازاي؟ مش عشان زواجهم، لكن ده قال لا احنا ناس كمان، يعني ده قال ناس كمان هنا، خلاص كل واحد ليه رأيه، ممكن انت حاجة دي ممكن انت حاجة تاني، لكن ما يوصلش ان هم يبقوا يخبطوا في بعض، يحاربوا بعض. حرب بعض الإنجازات موجودة، يعني حاجة واحدة الحقيقة. من الأمثلة اللي قالها المسيح كمان في الإنجيل معلمنا لوقا، الانقسام في ملكوت السماوات في لوقا 11 آية 16 26، معرفش ليه أنا بنسى أقول الشواهد، وده في لوقا. وفي مرقس، مرقس 4 من أمثال ملكوت السماوات في طبيعته إنه ملكوت ربنا. ملكوت السماوات ملكوت مين؟ ملكوت مين يا ولد؟ ملكوت مين؟ ملكوت ربنا؟
يبقى لازم ان احنا نكون على صلة بمين؟ بربنا. يبقى اخطر حاجة في ملكوت ربنا هي الايه؟ الصلاة. عشان كده في لوقا 11 وفي لوقا 18 ضرب المسيح مثالين خطيرين جدا للايه؟ للصلاة. المثل الاولاني بتاع صلوا كل حين ولا تملوا، المثل بتاع من منكم اذا جه صديقه وقال له صديق ما تصليش، قال له اطربني خمس ارغفه، يقول له من اجل لجاجتي يقوم ايه ويدي. والمثل الثاني في لقى 18 بتاع قاضي الظلم، القاضي ظالم، شوف المسيح حتى في امثلته يقول ده قاضي ظالم، والست جت تقول له انصفني، قال لها روحي مش منصفك ولا حضرتك في العشق، روحي مش من ده. فتنتها تقول له انصفني 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 انصفني، قال لها انت سلقتيني بكلامك، يلا انصفني. ده الراجل الظالم بيعمل كده، افلا ينصف الله مختارين؟ الصارحين ليه؟ ليل ونهار؟ فينفع على فكره ربنا من غير صلاه؟ يعني إذا كان كل حاجة كويسة في ملكوت ربنا ما عدا الصلاة يبقى مفيش حاجة كويسة. يبقى الصلاة كل حين، الصلاة بدون إيه ملل، مرة قال صلى كل حين، مرة قال صلى ولا تمل. مظبوط يا إمام الكلام ده؟ مظبوط. الصلاة موضوع مهم جدا جدا في ملكوت ربنا. ولما تشوف الاباء الاساسيين كانوا دايما مهتمين بالايه؟ ان يكون لهم صلاه. ويقولوا كده ان كنت تدمج كل القضايا اللي تعملها بس بدون صلاه اعرف ان هي من غير اخ. لان مفيش فضيله تحسنها بدون ايه؟ بدون صلاه. واللي فضيله تحسنها بدون صلاه تضيع بسرعه كثير منها. ما هيش اساس يعني اخر بنت اكتسبت تفسير فضيله وداع شويه. بس من غير صلاة تغطي معك شوية أحيانا. مين أرى الشفتاء روسي يطلع سما؟ لا لفوق لفوق لفوق. طب ينزل الصلاة. مين ما أراش الشفتاء روسي يطلع سما؟ يعني احنا عايزين كل اللي نعرفهم. نجيبوه مرة نجيبوه بنص الثانية. بس اللي ما قراهوش بس ياخد صنع الجيش يعني اللي خد مره ما خدوش سنة عشان ده بنص السنة. ها؟ النهارده ولا المره الجايه؟ النهارده ربنا يكتب النهارده. بنص السنة يا جاي. من المهم جدا في ملكوت ربنا اللي هي الصلاة. أنا بتكلم على فكرة التواضع الاتباع يعني ده مهم جدا. ومثل الفريق العسكري واحد ما يبصش لغيره بس لنفسه. اتكلمنا النهارده عن نفسين في ملكوت ربنا واحد خالص. اتكلمنا عن الصلاه هو حجر الاساس. الرحمه مهمه جدا وضرب المسيح مثل في الرحمه يا سلام روعه. مين عارف المثل في الرحمه؟ مثل استعمال السبب. والمثل ده لطفته وقوته ان في اختلاف في الجنس والدين الاثنين مع بعض. يعني الرجل اللي ساعد ده مختلف معاه في الدين ومختلف معاه في الايه؟ في الجنس. واخد بالك في الحته دي؟ يعني هو سامري وده يهود يبقى الجنسيه ايه؟ مختلفه. يعني واحد انجليزي واحد عربي مثلا. وبعدين في الدين واحد يهودي واحد سامري او واحد مسيحي واحد مصري. فالمثل جماله ان هو في اختلاف في الايه؟ في الدين وفي الايه؟ وفي الدين. فالرحمه هنا الناس بتقول ان السامري الصالح هو المسيح. هو المسيح. والدرهمين هم العهد القديم والجديد مثلا. والجيش هو مسيح الميرون. وايه تاني؟ وهو جاي عشان يعمل رحمه والراجل بتاع العهد القديم ما قدرش يعمل الرحمه دي لان العهد القديم ناقص.
لكن في العهد القديم معرفش دي يسعف راجل المجروح، يعني العهد القديم حلو حلو لكن يقف قدام رحمة الله. رحمة المسيح دي بقى ملهاش حدود. انجليزي شفت بقى شفت كلام المسيح الحلو، مش بقول لك بقى الصف شر الاحسان في الجيل مثلا من مساعد الحسن الصف شر الاحسان اللي انا هيخرج الجيل بعد كده، لا انت بتعمل الاحسان لان طبيعه الله طبيعه رحيمه طبيعه العهد حلو قوي. مثلا هو حط في الفندق بتاعه وركبه على الدرجه بتاعته وقال للراجل بتاع البرلمان وقال له استنى دي كان ناقص حاجة أنا أجي أستنى. حلو أوي حلو حتى لذيذ أوي. يا ريت أنت تستندي صار في السن أحسن ما تبقي شاهد ولا لازم. ساعات الفتاة اللي البنات يقولوا احنا ليه ما نبقاش فوكس ولا نبقى كمان في الكنيسة؟ بابا مستمر الطرح طلع أحسن من الاثنين، طلع أحسن من الثاني وأحسن من الثالث. فالرحمة عجيبة جدا. هو يقول الحكم بالرحمة لمن لم يعمل به رحمة، والرحمة تفتخر في الحكم. في اليوم الأخراني الرحمة تبقى إيه؟ حلوة جديدة جدا. فمثل استمر الصالح مثل من الأمثلة الحلوة هو سلوقة عشرة. كويس؟ في أمثلة في أمثلة حاولت المسيح مرة واحدة كده تلزيم ودي لو كتب ذلك في الآية في الأرض في الأسبوع الجاياني وساعات بيكتبوها في لحن المزمور بتاع بيتسترومي. بيتسترومي يعني كرسيك يا الله كرسيك يعني عرشك يعني عرش كرسي يعني عرش كرسي يعني كرسي يعني يعني احنا نقول نقف امامك الملائكه والاحسان الملائكه والملائكات والجنين الكرس كرس يعني العروس من اصحاب العروس ونقول بيتسترومي يعني أول ما المسيح ما يجلس على العرش بتاعه كان فيه زينين والعجوز ست مثلا العالم كله يعني يجلس مصر المسيح اليهودي يآمن إن المسيح هو محيي الدين الإيه؟ العالم. أنا عندي كتاب كنت قريته من مكتبة سنة في برلين سنة بتاع برلين مكتوب كده مجيء المسيح العالم مجيء المسيح الثاني لدانيولته للعالم وقتله للدجال للشيخ ما عرفش ابدا. وبيأكد بأدلة ان لازم المسيح دي مرض وكمان اليهود مستنيين المسيح ايه؟ هيجي يملك الدين الايه؟ العالم. واحنا بنقول المسيح يعني هو هيجي تاني الدين العالم. فالامثله بقى اللي كتبها المسيح ده لما تتحرك اسبوع الاعلام تخلي الجسم الواحد يقدر يقول لك كده مثلا وهما بيقولوا لحم كرونيك ده يقولوا مثلا عذارى الحاكمات دي لا مش بيقولوها ساعتها بيقولوا مثلا الوزنات الوزنات سلم ده وزنه وزنتين وايه وخمسه ابو وزنتين ده وزنتين ابو خمسه ده خمسه وابو وزنه راح قمر وبعدين واقف قدام المسجد وشوف البوابة تحته يقول له ليه ثمرت الوزن؟ يرد يقول ايه في السجن؟ رد يقول له لأن عرفت ما فيه ها؟ قاسي وهتطلب اللي ايه؟ اللي انا ما عرفتوش لأن عايز اخوف على فلوس قال له منين عرفت ان انا قاسي؟ عرفت ان المسيح قاسي يا راجل انت كمان يعني تهمته للمسيح نفسها من هو القاسي. فالمسيح بيتكلم بيقول كل واحد فيكم ليه وزن فلازم يتجه في الوزن ده عشان يومين هذه الفكره دي الواحد اسمه اشعث كده وساعه الجنود والكنيسه بتقول لحم في الكرون الطويل ده وبعدين يقولوا هيقولوا ايه اللحم ده اتغير
احنا المدنيات دايما لحن واحد ولا اصل دلوقتي ده خلاص بينونة هذا العالم قد اتى الصليب قرب. لما الصليب قرب بيقول الان بينونة هذا العالم ومثل وثني مثل يمين فكرني تاني هيوقف مثل 25 مثل 25 بتاع العزارة الحكيمات اللي جايات وبقى المسيح اللطيف اللطيف جدا 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 اللي ما عرفنا عنه في حياتنا غير اللطف والتسامح والرأفة وطول البنات ابتدينا نقول تعالوا ابعدوا عني يا ملعين يسمع مثلا الكلام ده ازاي فمتى 25 يقول لك وهو في الكلدان بعد يصرخ يقول ربنا ربنا يفتح لنا يقول ما اعرفكم قال لك اسمع يا سلام كده بس صعب وبعدين اكد الصراخ عن اليمين والجداح حكاهم عن اليمين عن اليسار قال لهم تعالوا قالوا له ايه هتعمل ايه؟ قال انا اعمل محاكمه قالوا له ايه القانون اللي انت هتحكم بيه؟ ولازم كل قاضي يكون عنده قانون. قال القانون اللي هحكم بيه اسمه قانون الرحمه. قانون الرحمه طب ارحمنا. قال لا ارحم اللي عمله رحمه. نفع القانون ده اخوات الاحرار الصديقه دي فتفتح تعال انا كنت عريان كتبني قول لي انت كنت عريان ولا ما كنتش سليم؟ كنت عشان كنت مسجون كنت قول تعالى رسم معاد مرت معاد لحم وبعدين يقول الثاني ابعدوا عني يا ملاعين يقولوا له مين؟ يقول كنت عريان ما تسألتني كنت عشان ما تسألتني كنت مريض ما تسألتني فأعمال الرحمة هي طبيعة الحياة فكل واحد يعمل رحمة بيعمل جيد ينفعه ساعة المسيح يجي واللي يعمل رحمة أيضا ينفع وينفع ساعة المسيح مجلع الأمثلة اللي بتتقال كمان في الأسبوع ده مين يفكرني مثلا إنسان ملك لا السينة دي ما كانتش مثلا بتتحقق فإنسان ملك سمع عرس الإيه؟ لإبنه كان ملك هو الإيه؟ أصل العرس أصله كان قرب المسيح ليه كان يقول حتى سمع عرس المسلم أصل العرس كان هيتم فين؟ مين عارف؟ على الصليب على فكرة يعني حفلة الزفاف تمت على الصليب من شاف الدم من الحكاية دي يعني العروس قبلت مع العريس فين؟ على الصليب هو ده المهر بتاعه اللي هو دمه ده دمه خطبها ليه بالصليب حتى سليمان بقى من حكيم كان يقول الأنساب يقول إيه؟ يا بنات السليم تخرجنا وتنظرنا الملك سليمان في يوم عرسه ويوم فرح أمه من أم فرحان هو بيتكلم بقى عن الإكليل اللي حطيت أمه على راسه اللي هو إكليل الشيخ حطيت أمه في الدولة اليهودية فالعرس كان فإنسان الملك صنع عرس الإيه؟ لابنه وراح يدعى المدعوين خرجوا بقى المدعوين وعملوا إلا قال أنا لي عندي كذا جاي وقال أنا عندي كذا جاي وقال أنا عندي كذا جاي وحجج يخيك وجمال دين كلها على بعضهم اللي يقول لك اشتريت كان جوز بقر بتفرحهم اشتريت حق مراح من طرق واتجوزت مش عارف ايه مش فاضي ليه قال المسيح جه يقول له مش فاضي يعني المسيح ازاي ايام نوح ايام الطوفان وزي ايام نزور امرأة لوط ده من أمثلة الدينونة إن واحد يأجل إيه دعوة الدين ده أنت لما تجيب الدعوة الليلة كده قبل رئيس الجمهورية تقول لي طب أنت ليه الليلة كنت صبي صبي النهاردة ورايا أختي طبيب ده ورايا غسيل ولا إيه مش صبي ولكن هذا رئيس الجمهورية النهاردة يقبل هذا الأختي وكيف فإيه الأعذار اللي إحنا بنجيبها من الدين؟ أعذار خفيفة وتفحص وحشة وبالتالي ان احنا عند ناس يعني عند ناس حساسية لطيفة من محبة ربنا كده قول له ادعي عندي مين سنة في جوال بقى راح اجربها قال فيك النعمة ان انا قادم الناس وبعدين عمل قال فبروح
يوم نادي الأرض والجرأ والجزر والأرض والجنين وقالوا لهم تعالى شكر الملكوت جاي وخلاص مش لازم الناس التانيين. ففتح الباب على الناس بعيد فحسيت انه فجأة خطيرة هتلاقي ناس دخل السنة ما كنتش ابدا تتوقع انه يخش السنة وبيوصف كده ناس سنة في الصفات الاولى يمكن في الكليتان حاجاتها تبقى مرهبة ورهيبة جدا جدا. فنادى الناس المسكين دخلهم وبعدين لقى واحد معلوش ثياب الايه العرش قال له تعالى ارتاح. قال له انت دخلت ازاي؟ معلش ازاي العرش؟ قال له لقيت الناس بتخش قلت اخش. قال له لا بس ان انا فتحت الباب كده بتخش عشان كل واحد يخش خش انت من غير رسم عرش. طبعا رسم عرش هو ايه؟ معمودية. قال انا فتحت الباب للجزء والعرض والاحقر منه بس بالمعمودية بالايمان. فانت داخل من غير معمودية وايمان اطلع بره ما تروحوش الظلمة اللي انت دي من أمثلة الكبار المحبين أسبوعي الآن أسبوعي الآن لها أمثلة لها طابع معين أمثلة كلها تتكلم عن حق مستعد. المهم إن أنت متعز من أسبوع إن أنت إحنا قسمنا الأمثال للتنسيق أمثال تختص بخلاص النفس تكلمنا عن المركز والأمثال اللي تختص بطبيعة الملكوت ده الانسان الحاجات دي وامثال بالنسبه للمحاكمه الاخيره دي اللي بتتقال في اسبوع الايه الاعلان هيك عماله تسمعها على طول كلها ورقم. يا ريت انت بقى تاخد كده بسرعه كده تكون فاكره معنى الاسبوع فاكر الاناجيل كده قرر بسرعه وتطلعها في المثال وتعمل لي كده حاجه بسيطه كده تنفعك في الزمن وعرفت لما يجيلك من باب كده كده الامثال المكتوب تلاقيها لماذا كان يسجل مع الزهو بولس الرسول الأمن الروماني؟ لأن القانون الروماني ما يسمحش الواحد يتحكم إلا في روما كان قيصر طبق عليه القانون الروماني يعني مش يسمحهم يجلدوا واحد روماني يجلدوا واحد مش روماني ما يسمحش يجلدوا واحد روماني لا قال الرب اجلس عن يميني قال الرب لربي اجلس عن يميني فطبعا الاب قال للابن فدي ايه من الايات اللي تحير عند اليهود فهمنا ان احنا فهمنا عشان كده السيستم بيحيرهم ويقول لهم ايه معنى الايه دي الواحد لو تتكلم عن قواعد السنة ده ست سنة يعني عشان خاطر يعني عمل وقت احنا بتمثل بتعليم اللي فيها التعليم السنة لان احنا ربنا نور لنا دي ست سنة غيرنا بتعود نفسك الاكاد ونفسك الاكاد على الاكاد هو حر مثل ربنا يديه احسن مننا عليه يقول لا لكن عايز اقول ايه هو بيؤمن بالحاجات الاساسيه بالتسليم والتوحيد ومحبه ربنا والخلاص والسلام لكن التسليم بتاعتنا مش بس بتامن يا ولاد وكمان المسيح رسم السته رسمات كتير عشان مكتوبين كويس يا مسيح بس انا مظبوط عشان كرتون. ما هي المبادئ الرئيسيه التي نزلت بها ديانا المسيح؟ ما نتكلم عن الكلمه دي المره اللي فاتت المره الجايه هنتكلم عن تعاليم المسيح. على كل حال أبونا لو سمحت أنت عليك الكتاب أنت اللي فاتت الكتاب ما حضرت الكتاب أنت طب هقول لك الطرق عليك الموعظة على الجبل الكتاب كويس المبادئ فأنا لا أعرف أنت بدك تغني الجبل هتلاقي لسه ما جبتش السؤال لازم تجيب كده أبونا لو سمحت كان حدش عنده الذوق بتاع الناس ده يقول لك انا من الدرجات هاي فبعرف انا ايه فمجاز المسيح كلها بصي عشان تعرفي
هترد رد حلو قوي على الرجل تقول لي ما قلت على الكلام كويس. ده مثلا الحاجات الثانيه يعني هتنمي بكل تعليم الذهني الجديد لكن ما قلت على فكره الكفايه هو محافظين على فكره. إني أحد كتاب المسيح كانت سلوكه وحده وأريد أبعد عنه لكن لم أقدر أبعد عنه بما تكفلني. أرجو الآن الرجالة مع السلوك لما تيجي تقول له أحسن بيني وبين رب الله حاجة صغيرة وأقول لها إزاي؟ كلها من الباب الثالث منعنا هذا الباب الثالث اللي هو تعليم المسيح اللي هي كان الناس تبان ايه صعبه لكن هي تفضل ان يسالك السؤال الاولاني ده الخط بتاعها هو غلط نقول انا نسيت مع الباب الثالث المسيحي واحبه ولكن اريد ان ابعد عنه كما سالت عنه الاولاني كان مسيحي وبعدين الباب الثالث تبين لو قعدت معايا انت تعمل صحابه حسيت ان انا مقصود اذا كان لبس العرض هو المعموديه انا كثير من لم اتعامل انا مش بعرف انا مش ربنا. ربنا قال من لم يولد من الماء والروح لم يدخل ايه على سوق السماوات. هو قال كده انا ما لابس افرض هو عاوز يدخل ناس من غير معموديه السماء ما يدخلهم لكن هو قال انا الحدث قال لازم تتعامل عشان تخش ملكة السماء. قلت له حاضر هتعامل. في واحد قال لا ربنا هيدخلني من غير امان هو حاضر فيها رزق يعني يمكن او يمكن لا هو صعب الشأن ده ملكوت لكن الكنيسه بتاعتنا لازم تنفذ الكلام المسيحي هناك يعني صعوبة لم يذكر صعوبة على الطريق الجديد الإنجيل يعني البشارة المفرحة الخاصة بالمسيح. فالإنجيل ما اتكلمش عن العذراء بل بقى الخاص اتكلم عن العذراء بس في ميلادها للمسيح. المسيح ما اتكلمش عن العذراء ولا على الرسل ولا على حاجة أبدا أبدا يعني كل كلام المسيح حتى هو بيتكلم عن العذراء كان بيتكلم عن العذراء هو بتحلم بالمسيح بتولد المسيح هكذا. فالإنجيل هو كتاب الخلاص بالمسيح بكرم. بعد كده التقليد السنتي بقى قال لنا تاريخ الرسل تاريخ العذراء قال لنا تاريخ الكنيسه الاولى قال لنا شويه حاجات كتير. بعد كده احنا بس نؤمن بالانجيل لوحده لان مين يعرفني مين كلمنا الانجيل؟ اللي كلمنا الانجيل هو اللي كلمنا التقليد يعني الراجل الجديد الرسول اللي كلمني الانجيل هو اللي علمني العذراء بعد إذا أنا مصدق الإنجيل ده كده كلام بس في ما كتبهاش الإنجيل لأن الإنجيل خاص بالإنجيل ميلاد المسيح وموته صلبه قيامته وصعوبة يعني ده الخلاص بتاع البشرية أظن بعد كده في سؤال بقى لماذا تصلي الكنيسة من أجل المتقدمين والكايد لماذا خرب الكنيسة؟ هل بعد أن يموت الإنسان تدفع ثلاث الكنيسة من أجله؟ طبعا إذا كان الإنسان ده ناس مؤمن بربنا أو بعيد عن ربنا مش هتنفع الصلاة. لكن أنا رأيي إن كل الناس يعني أو أغلب الناس بتموت قريبة من ربنا. تقولي لي إزاي؟ أنا كده ما تعرفش أنا شفت كده يعني شفت ان حتى ناس تعاتبوا معانا ربنا لكن حتى في لحظاتهم الاخيره يقولوا يا رب احنا قريبين خالص ولازم المسيح لما حط مثلا بس ده حظه حاجه زي فاحنا اللي هنودي نفسنا فيه مش كويسين وخلاص حتى اعرف اللي في قلبي يعني واحد. انا مره شاب صغير كده اعترف عندي وقال لي انا قتلت اثنين قتلهم ذبحهم وجاي اعترف لا مش عارف وكتبوا صلوا في الكنيسه كل حاجه لا ربنا اللي عارف اللي في القلب يعني مش ممكن كان يخطر ببالي ان الوالد ده وهو انه قتل اثنين كانوا بيتخانقوا مره في الكنيسه وما عرفوش
بل انا عايز اقوله ان محدش يعرف من اسرار الناس احنا بنصلي كان المفروض ان هم يكونوا كويس. لا هم كويسين هم اعضاء في جسم الايه؟ لا هم اعضاء في جسم المسيح هو بيحس باحساسنا واحنا بنحس بايه؟ حس بزي الدراع الشمال والدراع اليمين. احنا بنصلي لان هم بيصلوا. وكيف الرجال بيمسك؟ اللي بيقول رئيس الوقوف قدام المسبح معاهم مجانب مليانه بخور الذي هو الصلوات الايه؟ يعني هو عمل الناس الصلاة والخروج وبعدين هم بيصلوا الدين والعشرة يعني حاجات كتيرة خالص. ممكن واحد في مساو كتاب بولس الرسول في مساو بيقول له عن بيت من بولس ليعطيه الرب المجد الرحمة من ذلك اليوم يعني يجد في بولس الناس لأنه أراحني في السلطة يعني كان في طول تعامل خير في دول فبيجيبه بعد الناس يقول ربنا يديله رحمة في ذلك اليوم في ذلك اليوم. أنا أعرف واحد صاحب ليا كانت أمه ماتت وبعدين مين هو زي ما تقول إيه هو يعني كان شوية كده يعني متدين فقالوا له أمك يعني أمك هيك لما أروح إيه كان الأسبوع لما أروح بلدي وراح الدير أقعد أسبوع يعني هو من المدينة بعد كده قالوا لي أمي اسمها وهي قال يا ولد يعني في الأرض كنت قاعد معاها يعني الأسبوع اللي أنا رحت نادي الصحف دي رحت فكان دي متضايق فيها فغير أن مامتي جت اتكلمت في التسليم قالت لي أنت متضايق ليه؟ ما تعمليش أدابيك ليه؟ فهو فعلا كده قال أنا ما قدرتش أستمتع وحتى لو كنت كنت هعملها ايه؟ تطول عمرها فيها عملها حاجة لكن هو النهاردة أنا فعلا نقدر أتكلم أن أنا عملها أدبي عملها أدبي وأذكرها في أدبي هي فيها بخدم أمي أحسن ما أنا أقعد أستنى وأرجع أقول له عملت حاجة هو كان هيعمل إيه يعني دكتور أنا كان هيعملها إيه لكن أنا استنفع يعني حاجة في المساجد فأمي جت له قالت له اعملي أدبي وأنت مستريح وأنا مستريح. Sentino ekshoy ni shirente to oyni enten hoye ekshoy senteni